أنا الشوق للطرب، أنا الشوق للطرب، أنا الحجر والزيتون. في ليلة القدر عادت فلسطين القضية، فلسطين الهم العربي والعار العالمي. فلقد كانت أهم ما في برنامج فوج الكشافة العربي بمهيدي ببلدية عين زريد في ولاية تيارت، وهو يحيي ليلة 27 من رمضان. طار النشاطات الكشفية، قام فوج العربي بمهيدي لبلدية عين زريد بإحياء حفل ليلة القدر، وهذا من أجل تفعيل الساحة الكشفية على والساحة الثقافية على مستوى البلدية. البرنامج لم يخلو من إنشاد ولا من سكتشات تفاعل معها الجمهور الذي طغى عليه العدد الكبير من الأطفال الذين لا يجدون نشاطا ثقافيا في الهواء الطلق على مدار العام. أشكر بلدية عين زيت على هذا النشاط القيم، وأشكر كذلك فوج العربي بالمهيدي على هذه المبادرة بقيادة سعد عاتية. نشكر الكشافة الإسلامية الجزائرية فوج العربي بالمهيدي على هذه الفرصة التي قدمتها لنا بين برز أنشطة تاعنا المسرح والأناشيد. جمع الكشافة للمجتمع المدني والسلطات وذاك العدد من المواطنين للاحتفال، لم للشمل وترقية للنشاط الثقافي والتربوي وسط فراغ لا تشكو منه عين زريد وحدها.